طيب نرجع بقى من البحيرة نروح على الشروق، وفي حادث مقتل الطفلة فريدة اللي عندها 2.5 سنين في مدينة الشروق الأسبوع اللي فات. طبعا الحادث ده أثار ضجة كبيرة لدرجة أنه أطاح بمأمور ورئيس مباحث الشروق. الطفلة كانت برفقة والدها وهو رجل أعمال، كان بيستقل سيارة مرسيدس بشارع مهجور بمنطقة الشروق. فالمعلومات اللي عندنا انه بعد مطاردة لمسلحين امروه بالتوقف، وعندما رفض الاستجابة للتهديد اطلقوا الرصاص تجاه السيارة وفروا هاربين. وللأسف الشديد انه الرصاص اصاب الطفلة في مقتل وفقدت حياتها في هذا الحادث. طبعا هي كانت موجودة وتوأمها، بس طبعا احنا عارفين القدر والعمر وكل أجل كتاب. والحقيقة يعني إن يعني الطفلة ماتت بعد هذا الاعتداء المسلح. وعندنا دلوقتي يعني مزيد من التفاصيل مع أسرة الضحية وهو زميلنا المراسل تامر مجدي، موجود مع أسرة فريدة في مدينة نصر. تامر مساء الخير. مساء النور استاذ معتز، اهلا بيك. نقترب شويه من، انا عارف طبعا ان المشاعر يعني حزينه جدا، ويعني الواحد لما بيموت له حد كبير بيبقى مش عارف يتعامل مع الموقف، ما بالك لو طفل عندها 2.5 سنين ولا 3 سنين وتموت في حادثه في، مش عايز اقول فطيس ولا مش فطيس، انما شيء حزين جدا. وعايزين نقترب من الموضوع اكتر بعد مرور ايام من هذا الحادث المؤسف. خليني اقول لك يا استاذ معتز كمان انه الاب احمد هو مصاب الان بثلاث رصاصات في قدمه، لم يكن يعلم انه احد اولاده قد قتل في هذه العمليه الخسيسه اللي قام بها احد اللي كان بيحاول يسرقه سيارته، بيحاولوا كمان اعتدوا عليه. لخلينا نعرف اصلا تفاصيل، حاسه انه في تفاصيل جديده جدا النهارده هنعرفها من والده الطفله فريده وايضا من جدها المهندس عصام. مهندس عصام، انت حضرتك قلت لي في تفاصيل جديده وان في خلط في الحكايه، عايز اعرف تفاصيل اللي حصل بالظبط. ان القصه اللي حصلت لفريده كانت منفصله خالص عن الضابط اللي اتضرب بعديها بنص ساعه. هو اصلا احمد كان طالع بالعربيه بتاعته ومعاه ياسين وفريده، وراح يوديهم الحضانه من شروق 2 لشروق 1. وقبل ما يوصل للحضانه بحوالي 200 متر 300 متر لقى عربيه جايه معترضه الطريق واقفه بالعرض، ونزل منها 2 بالاسلحه الرشاشه، وفي طبعا السواقات في العربيه. فاحمد طبعا لما شاف المنظر دوت ادرك ان معاه الطفلين في العربيه، فراح دايس بنزين. اول ما داس بنزين راح هم بداوا ايه يناولوه بالرشاشات، فحب يجري منهم. طبعا قاعدين يضربوا عليه، العربيه خدت 20 طلقه، بس العربيه هو كان سايق عربيه مرسيدس، فطلعت عرفت تطلع على الرصيف. هم حاولوا بعد كده يركبوا العربيه بتاعتهم الفيرنا، بس للاسف يعني ما عرفوش يطلعوا ايه وراه. عظيم، خلينا نقف عند اللحظه دي وانقل للام، ويعني لحظه ما احمد زوج حضرتك وصل للبيت وبعد ما حصل تبادل اطلاق نار اكتشفت انه في ازمه واتصل بيه وقال انه مصاب بالنار، ايه اللي حصل بالظبط؟ هو كلمني في التليفون قال لي انزلي بسرعه احنا ضرب علينا نار. نزلت ياسين جالي يعني، وفريده كانت نايمه على الكنبه. احمد كان فاكر ان هما ما فهمش اي حاجه، قال لي خديهم بسرعه واطلعي فوق، عشان كان فاكر ان الناس دي ممكن تبقى لسه وراه، وهو كان مصاب جدا يعني كله دم، عايز كمان يروح يشوف هو في. فببص في التيشيرت بتاع فريده اللي كانت لابساه لقيت فيه دم، فبقول له دي فيها دم، قال لي ده ازاز اطلعي بس بيها. بفتح شويه البلوزه اكتر لقيتها متبهدله خالص، في رصاص فيها؟ لقيتها متبهدله، انا معرفش، انا ما كنتش لسه فهمت بقى ايه اللي حصل والرصاص ده كان ايه وجاي منين ولا اي حاجه. فلقيتها متبهدله يعني متقطعه تماما. هو بعد ما اروح المستشفى وكده عرفت ان هم ان هي خدت رصاصتين، يعني من ال 20 رصاصه دخل فيها رصاصتين. يعني انت خدتيها مباشره اكتشفتي اول ما شفت الدم خدتوها على المستشفى على طول؟ احنا بيها على يعني كان معانا السواق، جرينا بيها على المستشفى، اقرب مستشفى في الشروق. طبعا مستشفى معدومه، الشروق العام دي معدومه، ما فيهاش اي نوع من اي انقاذ اي بني ادم، ما فيهاش يعني الخدمات فيها. الامن كمان، تكلميني عن الامن اخباره هناك.
الامن هناك معدوم، مفيش امن خالص في الشروق خالص. ده في كل منطقه الشروق ولا المنطقه اللي انتوا فيها بس؟ لا في كل الشروق مفيش اي امن، والشوارع ضلمه جدا، ويعني مفيش ريحه الامن في الشروق. والحادثه دي حصل الساعه 9:30 الصبح. يعني اسال حضرتك عن اخوها، وليها اخ توأم، حالته عامله ازاي؟ ولا حاسه بحاجه زي كده ولا؟ هو بص انا مش فاهمه حالته لحد دلوقتي. هو بطل يجيب سيرتها من كتر ما هو احنا كل شويه بنقول له هي مسافره، بقول له هي راحت عند ربنا وخلاص. يعني بحاول اقول له الحقيقه عشان هو مستني يشوفها، بطل يسال عليها. ودي حاجه برضو قلقان، يعني انا مش عارفه، يعني مش عارفه هو في ايه. بس انا يعني بعدي يوم بيومه لحد ما اشوف هو في ايه. طبعا انا مش قادره يعني اقول ولا اوصف ان المجرمين دول لما بيجوا يعملوا كده ما بيبقوش عارفين حالات البيوت دي ايه. يعني ياسين وفريده اصلا جايين يعني بعد تعب وبعد عذاب اليم. يعني زي ما قلت قبل كده، انا مش هسكت على حق بنتي زي ما ربنا امرنا بكده في القران الكريم. انا مش هسكت على حق بنتي. ان الناس دي لازم تيجي، ملهاش حل. الناس دي لازم تيجي. دول بطالب وزير الداخليه دلوقتي ان يقوم في اجراءات سريعه. بطالب رئيس وزير الداخليه وبطالب من رئيس الجمهوريه، الناس دي لازم تيجي. لو الناس دي ما جاتش، الناس دي هتطلع علينا بعد كده في البيوت. الناس دي مش خايفه من اي حد. هم بعد ما عملوا الحادثه دي مع احمد راحوا بعديها بنص ساعه بيعملوا حادثه ثانيه، مش خايفين من اي حد. اللي هو ضربوا فيها الضابط كمان. الضابط حادثته منفصله تماما عن احمد، بعد نص ساعه في شارع ثاني نفس الناس رايحين يعملوا حادثه وشهم مش مستخبي. يعني بجد احنا خلاص بقينا خايفين فعلا نعيش في البلد. يعني دافعين فلوس قد كده في البيوت اللي احنا واخدينها في الشروق وخايفين نعيش فيها وخايفين نقعد فيها. انا خلاص سبت الشروق وخلاص جالي عقده. طبعا انا هرجع بيتي وكل حاجه، بس لازم الدنيا تبقى متامنه اكتر من كده بكتير. مش هي ولا لجنه ولا لجنتين تنفع في مكان زي ده بالرشاشات والحاجات اللي انا سمعتها. احنا عايزين 20 لجنه، 20 لجنه. حاطين لي يافطتين ولا ثلاث يافط بعد الموضوع ده في الشارع. بدل ما يحطوا اليوفط دي يحطوا لي امن في الشارع. الشروق كلها اطفال، كل العربيات اللي بتبقى ماشيه في الشروق عباره عن ست وراجل وطفل، كلها كده بالرشاشات. يعني احنا وصل بينا الحال ان دلوقتي الناس دي بتمشي برشاشات؟ يعني انا مش عارفه. ولحد النهارده ما حدش مسك حد. انا مش هروح بيتي ومش هنام في بيتي غير لما الناس دي تكون ممسوكه. لا اما همشي واسيب البلد دي. مش هقدر اعيش انا وعيالي وابني اللي اتعقد ده في البلد دي وهي بالمنظر ده. يعني هما فعلا المرحله الجايه والله العظيم هيطلعوا على البيوت بالجبروت اللي هما فيه ده. انت خايفه قوي؟ انا طبعا خايفه. بنتي اتقتلت من غير اي ذنب، من غير اي وجه حق. هما بس قتلوها ولا استفادوا ان هما سرقوا؟ يا ريتهم لو كانوا عايزين يسرقوا كانوا سرقوا في 60 داهيه العربيات. ولا يعني هما بص قتلوها ولا استفادوا ان هما سرقوا عربيه ولا اخذوا فلوس ولا اي حاجه. هما قتلوا بنتي وكانوا هيقضوا على حياه جوزي، وجوزي دلوقتي مصاب ومتبهدل. هو بس يعني من ستر ربنا يعني اللي حصل ده، وابني جاله عقده نفسيه. يعني جوزي وابني كمان كانوا هيبقوا في الحادثه دي. معلش احمد، ابنك حضرتك هل هيروح تاني الحضانه؟ تعرف يعني عرفت تواصلوا معاه؟ هل في دكتور ولا حاجه تعبان بعد الشر؟ انا ما جربتش اوديه طبعا تاني الحضانه لان احنا لسه الموضوع لسه يعني تعبنا نفسيا. انا مش قادره اوديه الحضانه تاني عشان طبعا كل حته في الحضانه هتفكروا بيها. يعني احنا لسه من اسبوع كنا رحنا للدكتور عشان كانوا تعبانين شويه. اول سؤال ساله للدكتور فين فريده؟ اول سؤال. يعني هو بص كل حاجه هما توأم، بيعيوا مع بعض وبيخفوا مع بعض وبيروحوا النادي مع بعض وكل حاجه مع بعض. فهو عارف ان احنا لما بنروح للدكتور بيروحوا مع بعض. فلما دخلوا هو حتى بيديهم كاندي وبيديهم بونبوني، يعني بيديهم حاجات زي كده. اول ما شافوا اول سؤال ساله فين فريده؟ فالحضانه تفتكر لما يروح الحضانه هيبقى عامل ازاي؟ انا بفكر بقى في كده. يعني لما يروح حضانه هو برده الحضانه رجله على رجلها. حتى لما بيبقوا عيانين، لو واحد بس عيان بنقعدهم هما الاثنين. يعني مش بنزل مثلا واحد ونسيب الثاني في البيت، لا هما الاثنين بينزلوا الحضانه مع بينزلوا الحضانه مع بعض. ولما بيقعدوا مع بعض. فلسه احنا مش عارفين، ما خدناش لسه قرار في موضوع الحضانه دي اذا كان هينزلوا ثاني هيروح ثاني يعني لوحده ولا لا. استاذ معتز، دي مأساة بتعيشها الأسرة بعد هذه الحالة وهذه الجريمة اللي تمت في مدينة الشروق. أيضا كان جدها بيقول إن في تفاصيل، خصوصا إنه عملية إصابة الضابط الآخر كانت منفصلة وبعديها بنص ساعة تقريبا. عودة لك مرة أخرى أستاذ معتز. شكرا تامر مجدي. ويعني إذا سمحت لي، مبسوط إنك أنت استخدمت تعبير جريمة مش حادثة، لأن دي مش حادثة. الحادثة دي حاجة بتحصل بالصدفة، إنما دي جريمة مدبرة وناس مسلحة وكانت بتحاول انها تعتدي على اب معاه طفلين سنتين ونص. ولو لما ما امتثلش تهديدهم ووقف بالعربيه
تعاملوا بالرشاش على طول. ف يعني ما اعرفش، انا متاكد ان في محاولات مضنيه من جانب الداخليه علشان يجيبوا الجناه، انما حاله الرعب اللي فيها هذه الاسره المصريه يعني ولا تعجب عدو ولا حبيب. وبعدين الطفل اللي هو التوأم ياسين بيقول فين فريده، بعد شويه هيقول هي فريده ماتت ليه؟ يعني برضو يبقى في سؤال زي ده يجب ان تقدم اجابه مقنعه للي بيسال هذا السؤال، وخصوصا لما يبقى طفل. مش تعالوا نتعرف على الموضوع اكتر من الاب، وهو الاستاذ احمد داوود، وهو مصاب نتيجه تلقيه عدة طلقات أيضا في رجله على حسب المعلومات اللي عندي، ويرقد في المستشفى في الوقت الحالي. بقاء لله أستاذ أحمد، آسف جدا جدا على ما حدث ليك ولأسرتك، ومحدش يتمنى أبدا يبقى في وضعك، وإحنا كلنا معاك وكلنا بندعمك، وأي شيء نقدر نقدمه لك من خلال هذا البرنامج ياريت لو حضرتك تقول لنا إيه المطلوب، وإيه تحكي لنا الموقف كده من وجهة نظر واحد مر بقى بهذه التجربة المؤلمة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير أستاذ محمد، إزي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، وبعزيك وبقول لك يعني قلبنا معاك يعني. الحمد لله أستاذ محمد، بقالي الحمد لله إن جاي إن الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، إحنا صابرين الحمد لله، ربنا ربنا الحمد لله. هي القصة يعني أنا يعني القصة يعني زيادة عن أستاذ عصام أو مراتي حكوه، يعني القصة كانت الصبح بدري في مواعيد كويسة، في مواعيد يعني الناس تنزل فيها في الجامعة الساعة 9 أو 9 ونص الصبح. الشارع اللي إحنا بنمشي فيه بالشروق ده من الشارع شارع ميت، ده شارع رابط بين الشروق 2 والشروق 1 وبيطلع على الجامعة البريطانية. وقت ذروه الى حد ما فيها منطقه المدارس ومنطقه الجامعات، فالحته دي مش حته ميته يعني، حته يعني فيها ناس رايحه جايه كتير في الوقت ده. الفكره كلها زي ما حضرتك زي ما الاستاذ حسام حكى، انا ماشي بعربيتي معايا ولادي الصبح متجه ان انا اوصلهم الحضانه، مره واحده الاقي عربيه بتقطع عليا الطريق من غير اي حسابات، ناس نازله بمدافع رشاشه يحاولوا يوقفوني. انا ما وقفتش خوفا على اولادي، يعني انا ما كنتش متاكد ان هم هياخدوا هيبقوا عايزين بس ماده بس في الموضوع، يعني انا قلت هيشوفوا اطفالي من هنا الموضوع هيتحل. فانا حاولت ان انا اهرب منهم. مع بدايه هروبي منهم في اول ثانيه بداوا هم بضرب النار على طول، هم حتى ما فكروش ابدا ان هم هيحطوا يوقفوني بطريقه ثانيه بطريقه اخرى. ضرب النار ده بدا على طول بالالي، طبعا انا اتصبت من اول يعني من اول رصاصه، بس ربنا الحمد لله اداني القدره ان يعني انا اعرف اجري. قدرت اهرب منهم عند مرحله كده معينه هم ما يدروش يكملوا ورايا الطريق. وبداوا بعديها انا اتجهت يعني للبيت، كلمت اهلي كلمت مراتي كل ده. انا فاكر ان اولادي كويسين، انا بصيت عليهم مش شايف اي دم قدام اي حاجه، افتكرت ان الحمد لله يعني ربنا عداها يعني وجت فيا الحمد لله. عند البيت فوجئت بقى ان الايمان بتنزل تاخد فريده، فوجئت ان فريده مصابه. ابتدينا نبص كده، فهي اخذتها وجريت على طول على المستشفى الشروق العام، واكتشفنا بقى ان هي هنا فريده مصابه وان هي يعني حالتها خطره بعد شويه. انا ما اكتشفتش كده الا مؤخرا برضه لما رحت المستشفى دخلت الطوارئ، انا ما كنتش عارف ان فريده يعني ان هي اصابتها خطيره. طبعا الموضوع صعب جدا ومؤلم، ما اتمناش ان انا اشوف اي حد يعني في عيون اي حد تاني، واشوف ان هو يكرر موقف زي ده تاني، موقف صعب جدا. موقف يعني لا احسد عليه يعني، الحمد لله رب العالمين. ايه يعني بعد التجربه الرهيبه المروعه دي، يعني طبعا احنا عرفنا ان في يعني قيادات في الشرطة اتنقلوا من أماكنهم، وإن الداخلية يعني تعاملت بشيء من الصرامة والحزم في هذا الموضوع، ولكن اللي شايفه من المدام زوجتك إنها بتطالب بسرعة ضبط الجناة وبتشديد الأمن في المنطقة دي، إيه اللي أنتم محتاجينه علشان اللي بيتابع من السادة المسؤولين يبقى وصل له الرسالة واضحة؟
والله يا فندم طبعا هو من ساعة ما حصل الحادثة في تحركات كتير حصلت من ناحية الداخلية، بس احنا دايما يعني احنا التحركات سواء بموضوع نقل المأمور او نقل المباحث في الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، تعيين ناس جديدة وفي كلام لحد ما من الداخلية بالموضوع، بس هو في الآخر الموضوع ده حصل بعد الحادثة. أنا اللي يهمني في الوقت الحالي طبعا أول حاجة أنا عايز أجيب حق بيه، عشان بس يعني نهدى، يعني نقدر إن إحنا نهدى شوية يعني قصاص الناس دي، إن هم لو الناس دي ما جاتش وبقت عبرة للناس هيعملوا كده تاني وتالت ورابع، وفي غيري أو في غيري، أو غيري أو في أو في غيري. فناس كتير جدا معرضة لحاجة زي كده، لو فعلا الداخلية ما حسمتش الموضوع بسرعة إن إحنا نقدر نلاقي هم يقدروا يقبضوا على البنات وفعلا ياخدوا سكنهم في آخر عالم. إن هم دول ناس ما عندهمش يعني ما عندهمش رحمة. ناس ماشية بيمين وشمال بيطوحوا في الناس دي وشمال مش فارقة معاهم، أنا ما نفعتش باقيين اللي ورايا ما عندهمش أي مشكلة. تمام، أنا طبعا أتمنى طبعا واضحة الرسالة، واضحة الرسالة، بقول لك الباقي في حياتك ومحدش يحب يبقى في مكانك، ونقول ايه يعني قدرك كده يعني. شكرا للاستاذ احمد داوود، الاب اللي فقد بنته، كان معاه 2 توأم، فقد بنته وابنه، الحمد لله انه لا زال على قيد الحياة، وهو نفسه لا زال على قيد الحياة رغم الإصابة اللي حصلت له. طيب احنا قبل ما ننقل وقبل ما نختم هروح لتامر مجدي سريعا، وهأكد عليه، هل يعني ممكن زوجة او والدة فريدة الله يرحمها طبعا، بقى فريدة طبعا اللي راحت في الحادثة دي او في الجريمة دي عشان اكون اكثر دقة، هل بتشعر بانه في تواصل من الجهات المسؤولة معاها بشكل كافي؟ هل بتشعر بانه يعني انه ممكن انه مسألة ضبط الجنات تحدث باسرع وقت ان شاء الله؟ حضرتك شايفه انه هل في سرعه على ضبط الجناية؟ شايفه انه لابد من اتخاذ اقرارات اكتر؟ لا، مفيش سرعه خالص لضبط الجناية، يعني احنا بقالنا اسبوعين في الموضوع ده، انا معرفش ليه. هم بص بعد اذن حضرتك، هم لما بيكونوا عايزين يعملوا حاجه ويجيبوها في يوم بيعملوها، بقالنا اسبوعين عشان يمسكوا شويه كلاب زي دول، لا كتير كتير جدا يعني، كتير جدا يعني. يعني هم قتلوا البنت في اسرع وقت ممكن، لازم يتجابوا في اسرع وقت ممكن. اسبوعين كتير، انا هفضل مستنيه لحد امتى؟ حرام بجد. انا ولادي دول انا تعبت فيهم واتمرمطت فيهم، حرام. انا بجد عايزه اهتمام اكتر من كده. الموضوع كبير، الموضوع اللي حصل ده دي حاجه كبيره جدا، مش حاجه قليله. الموضوع كبير، وحتى لو في بيشتغلوا ببطء، دول المفروض كان جم من تاني يوم. ولما بتكلم يقولوا لي في امريكا ومش في امريكا. في امريكا لما بيحصل مصيبه زي دي في نفس اللحظه الناس دي بتكون ممسوكه بكاميرات، بيجيبوهم في نفس اللحظه، مش بقالنا اسبوعين عشان يجيبوا كلاب زي دول. الله اعلم بيكونوا بيعملوا ايه. دول اساسا ما بيهمهمش اي حاجه، دول ممكن يكونوا عملوا في الاسبوعين دول 100,000 حادثه بس مش معروفه، 100,000 حادثه. لازم يجابوا النهارده قبل بكره، النهارده قبل بكره. حرام بجد اللي بيحصل ده، ما بقيناش عارفين نعيش في بلدنا، بنصرف فلوس قد كده ومش عارفين نعيش في بلدنا. والله العظيم عارفين نعيش، يعني بنصرف بيوت فلوس بالهبل عشان نعمل بيوت، وبنعمل بيوت بعد ما بنعمل البيوت مش عارفين نعيش فيها، نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ نفسي اعرف نعمل ايه. محدش عايز يرد عليا لحد دلوقتي. هل مفيش حد خلاص تواصل معاك من جهات مسؤوله؟ قولوا لي احنا مش عارفين نامنكم يا جماعه، احنا مش عارفين نامنكم، مش عارفين نجيب الناس دي، سيبوا الشروق. نفسي حد يطلع يقول لي كده، بصي احنا مش عارفين نجيب لك حقك يا بنتي، سيبي الشروق، ما تعيشيش في المكان ده. انا بقى هدور واشوف انا ممكن اعيش فين، بس ما تسيبوناش قاعدين نشتغل وبنتبهدل عشان نصرف نجيب فلوس ونصرفها على الاماكن دي وفي الاخر نموت. يعني حرام، والله العظيم حرام اللي بيحصل ده، ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا. انا ما عنديش كلام اكتر من كده اقوله. اعمل ايه يعني؟ لو انا ممكن اقدر اعمل حاجه قولوا لي انزلي اعملي كده، انزلي انت دوري عليهم. اعمل ايه؟ انا قاعده مستنيه بقالي اسبوعين مستنيه، هفضل مستنيه لحد امتى؟ دي مصيبه، دي مش مصيبه، دي كارثه. اللي حصل ده كارثه. ثلاثه ماسكين الرشاش 20 طلقه على عربيه فيها طفلين اطفال، واخوه اخ يعني طفل 3 سنين يشوف الحادثه دي كلها. استاذ معتز، اخيرا كان سالت اولياء الامور انه هل في اي اعداء، هل في اي مشاكل بينكم مع اي حد؟ العكس، الاثنين مهندسين بيعيشوا عيشه هاديه جدا في منطقه الشروق واتصدموا من هذه الجريمه. احنا كنا معاهم هنا في منطقه مدينه نصر في بيت جده، عوده مره اخرى اليك في الاستوديو استاذ معتز.
واحنا عزقنا ليهم مره تانية تامر مجدي مع والده فريده، طفله سنتين ونص اللي راحت ضحيه هجوم سطو مسلح في مدينه الشروق. والاجابه على ان احنا انك تنتظري يا مدام حد يقول لك احنا مش عارفين نامنكم سيبوا الشروق، ما حدش هيقول لك كده، ده لازم يبقى قرار نابع منك. وطبعا اي مواطن من حقه الكامل انه يبقى مؤمن في المنطقه اللي هو عايش فيها. فهو الفكرة مش فكرة موضوع أو حادثة فردية وخلاص، دي منظومة كاملة. أنا أعتقد لو عندي معلومات أنا أبقى في منتهى السعادة إن أنا أأكدها لحضرتك، إنما أعتقد إن وزير الداخلية بنفسه بيبحث في مسألة تأمين حي الشروق بعد الحادثة دي، أو ربما يكون في حوادث أخرى كمان مماثلة أو تكرار للمسائل دي. أقول إيه؟ يعني الحمد لله ان احنا مؤمنين بربنا وموحدين بالله، ان احنا نقول ان ده قدر وانه لكل اجل كتاب، وان البنوتة الحلوة دي ان شاء الله تبقى في الجنة ونتقابل ان شاء الله يعني لما نطلع كلنا الى دار الحق. طبعا يعني هم مثلا في حادثة نيفين لطفي المصرفية الكبيرة اللي اتقتلت في بيتها في الفيلا في سيتي فيو، المتهم او المشتبه في قيامه بالقتل جه في حوالي 24 ساعة، يعني كان مجهود ما حدش يقدر يقول عليه ان هو يعني كان فيه اي تقصير او شيء من هذا القبيل، ومقدر شعورها جدا، وما حدش عايز يبقى في, 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 في موقف ام زي دي عندها توأم بتقول لك جابتهم بشق الانفس وبتحاول تكون اسرة وبتحاول انها تربي الجيل، والطفل الصغير ياسين بيسأل اختي فين، لانه مرتبط بيها جدا لما بيبقوا عيانين هما الاثنين، ما بيروحوش هما الاثنين الحضانة، مش واحد يقعد في البيت والتانية تروح الحضانة، ما بيحصلش. فمسألة الارتباط الاسري يعني هوصف حالة الحزن دي ازاي؟ ما عنديش كلمات ممكن تعبر بدقة عن حالة حزن والدموع والكلام اللي هي قالته دي، دموع غالية جدا، دموع أم فقدت بنتها سنتين ونص، يعني ما أقدرش أقول أكتر من كده. الصورة بتتكلم عن نفسها، وأنا مش كل شوية أقعد أقول والنبي يا جماعة تعالوا نقف جنبها، لازم من غير ما نقول لازم الست دي لكي يهدأ بالها وتشعر بالارتياح وبالاستقرار وتقدر تواصل حياتها مرة تانية، تشوف نتائج ملموسة على الأرض، تشوف هؤلاء الجناة في قبضة العدالة. ربنا معاها إن شاء الله أم فريدة وياسين، وربنا مع هذه الأسرة، وبتمنى لهم يعني الصبر والسلوان، وإنه يجعل مسواها الجنة بإذن الله. ربنا معاهم جميعاً.